مرحبا بلاش البوسان تاعنا قدر ما شكرا، داروا معنا الخير بزاف وضحاو من اجلنا. الله يشافي الامه الاسلاميه كلها، كندعيو معاهم وندعيو مع كل شيء اللي صار علينا وتهلا فينا. الاحساس ديالنا ما يتصورش، ما نقدرش نعبروا عليه كاع الاحساس اللي احنا خارجين هذا النهار عند وليداتنا والديور ديالنا، والله يسهل عليهم. انا كنشكر كلشي، كنشكر اطباء وكنشكر كلشي، هادو اللي وقفوا معنا كيوقفوا معنا اكثر من جهد صراحه، كنشكرهم بزاف بزاف. يعني المعامله اللي كنا كنصورها ما كناش كنصوروها، يعني نعيشوا في هذه اللحظه هذه معكم، يعني على واحد الفرحه ما نقول لك شي، يعني بزاف ما كناش كنتصور هذا الشيء. هذا غيكون زعما المغرب ديالنا، اش غنقول لك؟ الله يطول لهم ربي في العمر، والله ينصر سيدنا. انا كنشكر الاطباء كاملين وقفوا معنا، والله يرحم والديهم، الله يجزيهم بخير، وكنشكر كل شيء. احنا فرحانين اليوم الحمد لله، الله يشفي جميع المسلمين وشكرا. السلام عليكم. ناس سمحنا منكم وتحليتي فينا، انا ما عنديش العربيه هيدا راهي فيا واخا، تهليتي فينا والله الله يحفظكم، الله يحفظكم ونجيكم لهلا خطيكم عيش الملك. ونشيت تهلا نغيث بيبان لهلا يخطيهم تهلا نغناغ الليل ونهار كيبقوا مساكين وتتصل لا سجلت اسنها وقابلنا وتهلان فينا لعيشه الملك لهليخ. شكرين بزاف، شكرين بزاف، شكرين لهليخ خطيهم، الله ينور طريقكم، تهلاو فينا والطبات لهليخ خطيهم ساكن، الله ينورهم، الله يحفظهم ينجيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم كما تشوفوا لحد وحنا هنا تنواكبوا هذه العمليه اللي كيتكلف بها اطباء القطاع الحر ديال طنجه اللي كنمثلوه هنا، وتنتمنى نكونوا عند حسن الظن. الحمد لله الفوج الثالث ديال المرضى كيخرج اليوم بنجاح، والحمد لله انه كاين بعض مسائل ايجابيه اللي هنا اللي بدات ابتداء من اليوم، هي ارتفاع الوتيره ديال التحاليل بانشاء اليوم ابتداء من اليوم بدات خدامه المختبر ديال تطوان اللي غينقص الضغط على طنجه، وغنبقاو نديروا التحاليل اكثر باش يخرجوا الناس اكثر وبسرعه اكثر. وشكرا لجميع المتدخلات والمتدخلين كممرضين وممرضات، والاطباء اللي كيساعدوا على المداومه هنا، شكرا لهم وشكرا للجميع. الفوج الثالث اللي خرج من اوتيل اهلا، وان شاء الله هيدا مع اللي ماشيين، ان شاء الله هيدا مع المرضى اللي باقيين، وكنطلب من الناس يبقاو في ديورهم وما يخرجوش وما يتهاونوش بهذا المرض.